ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج الجوزاء ليوم الجمعة 5 نوفمبر تشرين الثاني 2021. يبدو في الوقت الحالي انك بتواجه عدد متزايد من التعقيدات غير المتوقعة في يومك، وما بيقعش اللوم على من هم حولك. في بعض الاحيان ممكن انك تبقى انت المخطئ، عشان كده حاول انك تظل هادئ وانطر العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة عشان تكتشف مداخل جديدة في حياتك. حاول انك تعيد اكتشاف هدوءك وهتخرج من هذه المرحلة اقوى. مهنيا ممكن انك تشعر ببعض التوتر اللي بيقلق راحتك، لكن الامر ليس بالخطورة اللي بتتصورها ويمكن معالجته. عاطفيا لا تصدر الأحكام السريعة على الشريك لمجرد فرض هيبتك، فقد تصاب بخيبة أمل كبيرة. صحيا ما تهملش كل ما يقوله لك الأصدقاء بشأن صحتك، انت وحدك هتكون الخاسر. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 مايو ل 31 مايو. لقد وصلت لحائط سد في الوقت الحالي، ويبدو أن لا شيء يحرز تقدما وأنت على وشك أنك تستسلم. اعتبر مثل هذه الأوقات اختبارا لقوة إرادتك، وهيتضح لك قريبا أهمية المضي قدما في خططك. عندئذ سوف تجد الطاقة اللازمة عشان تستمر بصرف النظر عن العقبات يجب أن تتخلى عنها فيما عدا ذلك، وتبدأ مرة أخرى بمنظور مختلف. توقعات العلامة الثانية مواليد 1 يونيو ل 11 يونيو. اليوم انت مش هتكون قادر على انك تنجز اي شيء، لكن ما تدعش ده يرجعك كتير للخلف. اذا استمريت في العمل بثبات سوف تكتشف النجاح مرة اخرى. الوضع مشابه في حياتك الخاصة مع شريك حياتك وايضا مع الاصدقاء. حاول انك تبحث عن حلول للتناقضات وسوء التفاهم من خلال التواصل الهادف، وده هيشكل طبعا التوتر خطر على صحتك، فحاول انك تبحث عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 يونيو ل 20 يونيو. الامر بيزداد صعوبة في العمل، عشان كده يجب انك تتقبل عروض المساعدة من زملائك عشان يقل جبل العمل اللي بيقبع امامك تدريجيا الى ان يصبح مهاما يمكن التعامل معها. بتتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات، ما تدعش الأمر يصيبك بالإحباط حتى وإن واجهت الأسوأ اليوم. حاول إنك تنتظر قليلا لأن الحل يأتي من الداخل في بعض الأحيان. لا تقلل من أي أعراض جسدية ممكن إنك تحس بيها، ابحث عن سببها. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.